السابعة والخمسين عن طريق اللاعب شونغوي بعد توزيعة من زميله مابينا، وقبيل نهاية المباراة بدقيقتين عاد اللاعب ذاته في الدقيقة 88 ليدون ثاني أهداف جنوب إفريقيا وفارضا نفسه رجلا للمباراة. على كل الوضعية في هذه المجموعة، المجموعة الثانية ستكون على النحو التالي بعدما نشاهد نتائج هذه الجولة. إذا جنوب إفريقيا فازت أمام النيجر بهدفين لا شيء، وزيمبابوي فازت أمام غانا بهدف دون رد. الترتيب: جنوب إفريقيا في المركز الأول، صحيح جنوب إفريقيا فازت في مباراتيها بست نقاط لكنها لم تتأهل حسابيا. زيمبابوي في المركز الثاني بثلاث نقاط، النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط، وغانا بصفر من نقاط. غانا أيضا خسرت مباراتيها الأوليين، وغانا ما زالت تملك حظوظ التأهل إلى الدور ربع النهائي. بالنسبة لمباراتي الغد، المجموعة الثالثة، مباراة تدور بملعب المريخ في أم درمان، الكاميرون مع مالي في 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي حدود الساعة 8 مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملة لقب النسخة الأولى أمام الكوت ديفوار. طيب بعجالة حتى نضع مشاهدينا في الصورة، مباراة الأخيرة في هذه الجولة الثانية ستكون على النحو التالي: منتخب غانا يلاقي منتخب النيجر، وجنوب إفريقيا تلعب مع زيمبابوي. زيمبابوي لو تفوز على جنوب إفريقيا سترفع رصيدها إلى 6 نقاط، والنيجر لو تفوز أمام غانا سترفع رصيدها إلى 6 نقاط، وبالتالي سيكون هناك تساوي في النقاط ما بين جنوب إفريقيا زيمبابوي والنيجر، وفي هذه الحالة سيقع اللجوء إلى فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة ما بين المنتخبات الثلاث. هناك الفرضية الأخرى: لماذا غانا ما زالت تبقي أيضا على حظوظها؟ في حال فوز غانا أمام نيجر وخسارة زيمبابوي أمام جنوب إفريقيا، سيكون في رصيد زيمبابوي نيجر غانا 3 نقاط، وبالتالي أيضا سيقع اللجوء في هذه الحالة إلى فارق الأهداف بين هذه الفرق فيما بينها. على كل الجولة الأخيرة ستكون حاسمة كابتن رشيد، موافقني أم لا؟ لا أتفق، أعتقد أنه غانا طلعت من البطولة، لأنه إذا زيمبابوي إذا غانا كسبت وزيمبابوي خسرت المباراة بين زيمبابوي وغانا، زيمبابوي كسبت هذه المباراة فربما تلقائيا تفوز، لا تحتاج إلى حسابات. لماذا كابتن؟ لأنه زيمبابوي هزمت غانا في المباراة المباشرة بيناتهم، حتى إذا تعادلوا في نيجر فازت على زيمبابوي. لا، ما نحن نتكلم اذا في تعادل في بابين، يتعادلوا 3 مع بعض، ياخذوا المواجهات الثلاثه مع بعض. انا فزت عليك وانت فزت على الكابتن يوسف، المرحله الثانيه الاهداف بعد هذا هو. على كل حال، طيب ساعطيك حاله حتى نضع مشاهدينا في الصوره وبسرعه. كويس. غانا لو كانت تفوز على النيجر بهدف لا شيء، تعرف كيف تصير الوضعيه؟ الثلاثه منتخبات يكون عندهم 0 من النقاط، ثلاثه في هذه الحاله الاهداف، 0 من الاهداف، في 0 من يعني 0. أصالة، حداثة، تقدم. البنك العربي لتونس، أتبي، محترفون في خدمتكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بشرت لجنة تقصي الحقائق التي أحدثتها الحكومة المؤقتة للتحقيق في التجاوزات خاصة عمليات القتل المتعمد المسجلة خلال المظاهرات منذ 17 من ديسمبر الماضي تاريخ حرق البعزيزي لنفسه، بشرت اليوم بدراسة الشكاوى الواردة عليها في هذا الخصوص على أن تواصل التحقيق في تجاوزات أخرى تسجل مستقبلا حتى يستتب الأمن نهائيا في بلادنا.
وثائق تدين وشهائد طبية تثبت وصور توثق وتشهد على اعتداءات وحشية تعرض لها مواطنون عزل خلال الأحداث الأخيرة، فجاءوا من مختلف ولايات الجمهورية إلى العاصمة للتقدم بشكاوى إلى لجنة تقصي الحقائق، ولا شيء يطالبون به غير تحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين في حقهم. عرضت الاعتداء من طرف عوان لم على بالغاز بوم كرموزين في عيني، عيني ما عاد شوف به. اللي ضربني نحبوا يتحاكموا، نحب نعرف شكون اللي ضربني، حاسب حتى شيء حب نعرفه. 14 فهمت لا تعدوا علي بالزي خلوا لي متايش غادي كون شو بيجي الأمن رجال الأمن بوليسي الفحص راسي وضلع مكسرة منه وساقي مكسور. اللي ضربني هذا يجي ياخذ منه حقي ونطالب حتى شيء آخر. 7 متاع الليل خرجت نلقى 3 وليد هذوما هابطوا لي من الكهرباء، كركروا فيا بالكهرباء باش يهزوني بالسيف. قمت نصيح ونعيط، واحد نسمع فيه يعيط عليها هكاك سايبوني، نسمع كان في السكينه بسكيك انهم هابطوا لي بالساطور، السكينه هبطت لي هكا في وجهي. اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي باشرت اليوم النظر في هذه الشكاوى أكدت أن عملها سيكون بالدقة والتمحيص والتتبع بما لا يترك مجالا لضياع حق هؤلاء مهما كانت الجهة التي اعتدت أو أعطت أوامر بالاعتداء. ندرس هذه الوثائق ونرى أن يوم كذا مثلا في ساحة الاستقلال أو أمام وزارة الداخلية هناك أعوان أمن، يكون لي موعد مع وزير السيد وزير الداخلية ليعطيني الإرشادات. هم على علم الأمور منظمة، الفوز الكذا، الكتيبة كذا، المجموعة كذا، الفرد الكذا، يحمل هراوة، يحمل مسدس، يحمل بندقية، يحمل غاز لكريموجين، فنتعرف على من كان موجود ثم على من قام بالفعل، نحاول لأسندها إلى شخص، وإذا لم نجد إلى من أعطى الأوامر للقيام بذلك، ثم القيام بتشتيت المظاهرات والتصدي لأعمال العنف والشغب هو خاضع للقانون. هل أن هذه الوحدات، هل أن هذا العون احترم القانون وخاصة قانون 69 الذي ينظم المظاهرات والتجمهرات وكيفية تشتيتها والتفريقها بأمور سلمية قانونية؟ ويقتصر عمل اللجنة على الاستماع إلى المتظلمين والشهود والمسؤولين عن التجاوزات وتحديد المسؤوليات استنادا إلى قرائن وضوابط قانونية فحسب، ولا صلاحيات لها للمقاضاة. نحن لسنا بمحكمة، نحن نتقصي الحقائق، نجمع الأدلة والقرائن ونشير إلى الجهة المسؤولة أو الشخص المسؤول. سنقوم بعبارة يعني واضحة بعمل حاكم تحقيق بدون من نكون لنا صلاحياته بإصدار بطاقة جلب أو بطاقة إيداع. وإضافة إلى مقرها في العاصمة تعمل لجنة تقصي الحقائق على إحداث لجان فرعية لها في مختلف جهات الجمهورية لتوفر على المواطن عناء التنقل وحتى لا يضيع حق وراءه طالب. صدق أعضاء مجلس المستشارين في جلسة عامة انتظمت بمقر المجلس اليوم بباردو صدق على تفويض رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع لاتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور. ويأتي التفويض في الغرفة البرلمانية الثانية بعد أن كان مجلس النواب قد صادق عليه أول أمس. تواصلت اليوم بعدد من مناطق الجمهورية احتجاجات المواطنين للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية، كما سجلت أعمال شغب واعتداء في أكثر من مدينة على الممتلكات العمومية والخاصة مثل ما حصل في سوسة أمس واليوم. تعرض عشية أمس عدد من المحلات التجارية وسط مدينة سوسة إلى أعمال نهب وسلب قامت بها مجموعات من الأشخاص مسلحة بهراوات وسكاكين، كما استهدفت أعمال النهب والتخريب مخازن الميناء التجاري بالمدينة والمحلات المجاورة له، ما استدعى تدخل قوى الأمن والجيش الوطنيين التي سيطرت بسرعة على الأوضاع الأمنية ونجحت في القبض على أعداد مهمة من المهاجمين.
الفوضى بدأت من نهار الاثنين في الليل وفي النهار حاولوا عملوا عليها هجومات علينا متكررة باش يحاولوا باش يدخلوا كما نجموش ومعنا الجيش الحق صدهم الجيش ومشاو على رواحهم. سمعنا فما فيلات أمني شوية في سوزة وفي شمعنا حوان تخلعت وكذا سكرنا المجازة متاعنا سكرناها بالضبط لأربعة ونص الخمسة غيقباء هجمت علينا أولاد 20 23 عام 25 عام ما عم قرابة قد ايه؟ قرابة 100-120 واحد هكاك ببري قلت أوكي جدنا الشرطة جدنا الشرطة خرجنا احنا شدينا خمسة أولاد لداخل وجيش خلط صد كهرباء جاي تعبي في السلع فما شكون يقول لك عناصر عجيف فما شكون يقول لك عناصر ميليشيات احنا نحبوا توضيح من وزير الداخليه الناس تشدوا هذوما تحقوا معاهم وتبينوا للشعب التونسي كافه شكون هما شكون مسلطهم خطف تنظيم كوامر تهبط وتهز استفاد تهبط وتهز في توقيت محدد بعد ما يتنحى والي في منطقه معينه يا مش قلت لام ذا مدارس لا لام ذا لا. مخازن الميناء التجاري بسوسه الذي طالته اعمال النهب والتخريب شهدت احتجاجا كبيرا من قبل مواطنين تجمعوا امام مقر المكتب الحدودي للديوانه للمطالبه بسلع من المحجوزه املين في التوصل الى مصالحه من اجل الحصول على تعويض لسلع سلبت واخرى حرقت. جبت فلوسي باش نصالح ما بوش يقبلوا عليا خذوا علي الورقه وقالوا لي برا على روحك تونا نعيطولك. هذه توا انا تنازلت عليها وصححت عليها وقالوا لي السلعه هذه اللي هي ماشي موجوده واحنا حلناها. فهمتني؟ احنا حلناها السلعه هذه وماهيش موجوده. تنازلي مدام على المحضر باش ما نتبعوكش تتبعات. تنازلت صححت توا ما عنديش حتى ربع ساعه صححت وخرجت. احنا ثم انا واحده من الناس بايعه قطعه ذهب قطعه ذهب وتغطى بيا في الديوان المره الاولى تغطى بيا الكراطيه الصحاح ما تشدتش الصحاح ما تشدتش واحنا القلاله باش ب 800 الف تشدولي يضربوني بجوز ملايين 700 ويزيد هنا يقول لي ما ثماش البضايع اللي وقت حالتها لتونس واللي تسرقت واللي تحرقت لا يمكن باش ننظر نظروا لهم بنظره يعني معناتها نتاع تفاهم نظره نتاع تفاهم ونحاولوا باش نعاونوهم يعني خذيتهم شخصيا وقبلتهم واحد واحد وكل واحد يخرج مقتنع من البيرو نتاعي وراني واقف معاهم رغم اللي معناتها الاضطرابات ورغم الفوضى. وتأتي أعمال النهب والتخريب على إثر انسحاب والي سوسة أمس من مقر الولاية تحت ضغط عدد كبير من المواطنين تجمعوا أمام مقر الولاية مطالبين بتنحيه على خلفية انتمائه للتجمع. جد مساء اليوم بحي الخضرة حادث تمثل في وفاة سيدة تعمل بالوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية بعد أن احترق جسدها بالكامل. غموض كبير يكتنف الحادث. الساعة الرابعة بعد الزوال وبهذا الركن الصغير من الطابق السفلي لعمارة بحي الخضرة لفظت خول أنفاسها الأخيرة بعد أن احترق جسدها بالكامل. حكاية وفاتها بهذه الطريقة وبعيدا عن مقر سكنها ومقر عملها يكتنفها الغموض. ما عاد سيحة بالقوية سيحة بالقوية بعد أكليت بيرتيب عرفت لا سيحة قوية برشا بقيت عاتية وذني بعد شميت ريحة ليسونس قوية أفان ريحة ليسونس فيزا حليت الباب أنا نسكن في معناتها البيرو متاعي بحذا الباب معناتها حليت الباب مشيت نجري دزيت باب الدروج عرضني الهويج هويج حاجة كأنها ما نتصورش كان عبد يحترق حاجة قوية برشا كهو نار كبيرة والدنيا ظلام وفما حد شيء نار قوية قوية قوية. أما اللي قبل جوستومون قبل يمكن ما نخرج للباب بالضبط يمكن 10 دقائق شميت ريحة ليسونس قوية. علاش هنا بالذات؟ علاش في الموقع هذا بالذات؟ علاش ماهوش قدام خدمتها؟ هذا السؤال المحير. علاش حرقت روح؟ نسكشفوني. خولة المتحصلة على إجازة في التوثيق تعمل بصفة عرضية بالوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية لم يقع تجديد عقد عملها مع الوكالة منذ نهاية ديسمبر الماضي وهي تعمل منذ 8 سنوات هناك. كان من المنتظر أن تشارك زملائها اليوم اعتصاما للمطالبة بتسوية وضعيتهم وعدتهم بالمجيء ثم ركبت المترو قادمة من برشلونة بعدها انقطعت أخبارها. جاية في المترو مازال ما دخلش مريناش وجه ما رانا شمينا الدخان وخي زميل متعدي من شم الدخان قدام يعني امام العماره نتاعنا ورا الوكاله بالضبط مشينا نجري ومرخين انا واحد من الناس طليت الاولى والرابعه مره باش تعقلت شويه من الجثه نتاعها منظر مريع 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 فهمت شيء اسف الوحيشي ماتت اليوم على خاطر السيد المدير العام اللي قبله انتدبها كسي في بي بعديك عملت فاكاسيون تو عندها 8 سنين قال المدير العام تو نحلوا على خاطر كونكور
استنيت الكونكور ما لقاتش هي عامله دوكيومون، هي دوكيومونتاليست باك بلس 4 ما لقاتش سبيسياليتي نتاعها في لي 17 بوست، 17 بوست محلولين فم، وهي عامله 8 سنين، فما شكون غيرها عامل اقل، عامل عامين وثلاث سنين تحلوا على خاطرهم كونكور. فما ان كا في سوسه عامل ميتريس فرونسي، نحن في لابيا اون ا بيزوان كو دي انجينيور ولا على ريغور جيست.